منقول غير تأتي من نختار. ما بين تلقين ضابط في ميليشيا أسد أهالي مدينة داعل شمال درعا أصول المصالحة قبل أسابيع، وبين تلقين عضو في مجلس شعب النظام أهالي الغوطة الشرقية أصول الحصول على علبة ماء قبل أشهر، يبدو أن الرابط المشترك فيما سبق قادة المصالحات ومروجوها وما يسمى بالضامن الروسي، إلا أن داعل التي لم يجف بعد حبر اتفاق قادة فصائلها أفاقت على حملة اعتقالات قامت بها مخابرات النظام الجوية وطالت أكثر من 75 مدنياً. تقول مصادر من داخل المدينة إن الحملة ترافقت مع ضرب وترويع وانتهاك لحرمة المنازل وقاطنيها، فيما جاءت المفارقة بحسب ناشطين من تلك التهم التي وجهت للمعتقلين فتراوحت ما بين اتهامات بالدعشنة وبين تقارير كيدية أبطالها قادة المصالحات وإعلاميوهم وصولا لاتهامات بضعف مشاركتهم بحلقات الدبكة والاحتفالات الإجبارية أثناء تسليم المدينة. ناشطون في داعل قالوا إن حملة الاعتقالات لن تتوقف على هذا الرقم، وإن حملات أخرى ستطال المئات بهدف ترويع الأهالي وإعادتهم إلى ما قبل 2011. وفيما تأتي أخبار داعل بعد أيام على استباحة ميليشيا أسد قرى وبلدات اللجال الخاضعة أيضا لاتفاق قادة فصائل بصر الشام مع الاحتلال الروسي وما نتج عنها من اعتقال العشرات وسرقة ونهب المنازل، تأتي الأخبار عن ضمانات روسية جديدة وهذه المرة فيما يتعلق بالمهجرين. وهنا تؤكد شبكات إخبارية في درعا أن ميليشيا أسد أوقفت على حاجز بلدة جباب آخر قوافل التهجير التي كانت متوجهة من مدينة جاسم إلى الشمال السوري وعلى متنها نحو 450 مهجر. وفيما تضاربت الأنباء حول أسماء المعتقلين قال ناشطون إنهم كانوا ضمن فرق الدفاع المدني بدرعا، في حين تحدث آخرون عن دخول شخص ملثم إلى الحافلة أشار لعناصر ميليشيا أسد إلى الأشخاص المطلوبين، وهو ما قد يرجح التقارير الكيدية لبعض قادة الفصائل في عملية الاعتقال.